حاليا يعني معانا ايضا على الهواء مباشره الزميل محمد الشاكر لنحكي عن اخر التحديثات الجويه. زي ما احنا شايفين وراي صار في شمس، ومحمد حاليا موجود معانا باستديوهات طقس العرب واستديوهات الخاصه لتسجيل النشرات الجويه معانا على الهواء مباشره. محمد الله يسعد صباحك مره ثانيه. صباح الخير اسامه. اهلا وسهلا محمد. يعني حاليا زي ما احنا عم نشوف السماء كلياتها غيم، حاليا صار في وراي شمس، نقدر نقول شمست، نقدر نقول يعني شو صار بالضبط؟ هل المطر قادم؟ تطور الغيوم حاليا؟ محمد تفضل معك. لربما أسامة هذا اكثر شيء يعني نوعا ما بحالات الاستقرار الجوي هو الخادع، خلينا نسميه هذا الطقس الذي يكون مستقرا ثم يتحول مرة أخرى ليصبح يعني غير مستقر ممطر. هذه الانفراجات في السحب تأتي من فترة أخرى وهي الميزة الأساسية في حالات عدم الاستقرار الجوي. أسامة معظم الوقت يعني ومعظم حالات عدم الاستقرار الجوي حدثت في المملكة في السابق كانت تشهد مناطق دون عن أخرى بها الأجواء تصبح مشمسة تتحول سرعان إلى ماطرة وأمطار رعدية غزيرة ثم تعود مشمسة، وهذه الميزة الأساسية لحالات عدم الاستقرار الجوي. آخر صور الأقمار الصناعية هنا أسامة تشير إلى أن هناك حزم كبيرة من السحب والغيوم في ساعات صباح هذا اليوم تقريبا توجهت لمناطق المملكة العربية السعودية باتجاه جنوب وشرق المملكة، والآن على الجانب الآخر هناك كميات من السحب والغيوم بدأت بالتشكل فوق تقريبا الأراضي الفلسطينية. لو أخذنا نظرة أقرب إلى هذه الصور نجد أن مناطق الأراضي الفلسطينية في فلسطين هناك كميات من السحب بدأت تتشكل. هذه السحب جميعها غيوم ركامية رعدية تعني بأنها تكون مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وايضا احيانا الى تشكل السيول التي قد تكون جارفه. هذه اخر صور الاقمار الصناعيه تشهد التي تبين سبب وجود انفراجات في السحب من وقت الى اخر والى استقرار الاجواء، ولكن المزيد من السحب والغيوم تتشكل خلال الساعات القليله القادمه. خرائط التنبؤات الجويه الحاسوبيه للهطولات المطريه تشير الى وجود يعني فرص الامطار اليوم خلال ساعات الظهيره تتركز في الدرجه الاولى في المنطقتين الجنوبيه والشرقيه، تلك الالوان الداكنه تنم على وجود امطار غزيره الى احيانا شديده الغزاره. نتوقع في ساعات ما بعد ظهر اليوم ان تكون المنطقه الشرقيه من المملكه على موعد مع أمطار غزيرة جدا، منطقة رويشد الصفاوي نتوقع أن ذلك سيؤثر أيضا على الطريق الصحراوي المؤدي إلى العراق، ربما تعبر السيول في بعض من أجزائه على هذه الطريق، وبالتالي المسافرين على ذلك الطريق أو المتجهين إلى البادية الشرقية عليهم يعني أخذ أقصى درجات حقيقة الحيطة والحذر من هذه الأجواء. المنطقة الجنوبية الشرقية أيضا مناطق مرشحة وساخنة اليوم لأن تشهد أمطار رعدية غزيرة. لاحقا خلال اليوم يتوقع أن تتركز أيضا أمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى خاصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء، وبالتالي أفضل فرصة للعاصمة عمان أن تحظى بأمطار رعدية اليوم هي في ساعات ما بعد العصر والمساء، ولاحقا حتى خلال ساعات الليل الأولى تتركز هذه الأمطار في المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى. هناك تراجع أسامة متوقع في ساعات الليل الأولى في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ولكن هذا التراجع في الحالة الجوية هو تراجع مؤقت وليس دائم، حيث من المتوقع في ساعات متأخرة من الليل وفجر يوم الجمعة أن تدخل حزم من السحب الماطرة قادمة من البحر باتجاه عموم المناطق الجنوبية، حيث ستشهد غدا العقبة مثلا أجواء يعني ماطرة تماما ستكون في مدينة العقبة على وجه التحديد، ولكن غدا أسامة المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية تضعف فيها فرص وزخم الحالة الجوية من ناحية الأمطار. فيعني هذه حالة الاستقرار الجوي معقدة التركيب حتى معقدة التوقعات، يعني تجعل من حتى التنبؤات صعبة لأنها تكون متغيرة، يعني نجد أننا في بداية النهار الجنوب والشرق ثم ينتقل إلى الوسط والشمال ثم يتراجع الجنوب ثم مرة أخرى يتحسن الجنوب وهكذا. فهذا ما يحدث معنا أو معي كشرح في التنبؤات الجوية في ظل هذه الحالات من عدم الاستقرار الجوي أسامة. نعم محمد يعني يعطيكم العافية، ولكن بدي أحكي شغلة، خلينا نلخص بس اللي حكيته، إنه إحنا الآن أمام سحب ركامية
عم تدخل عم تتطور هاي السحب. هل بنقدر انه خلينا نحكي محمد، لانه بالبدايه صوتك شوي ما كان واضح، بس ملخص سريع بالبدايه انه حاليا السحب قاعده عم تدخل، وفرصه الامطار مع خلال الساعات القادمه راح تصير يعني موجوده اكثر، وراح نشوف الامطار بمختلف المناطق. صحيح صحيح. يعني انا ساعود معك مره اخرى اسامه لو سمحت لي الى شاشة صور الأقمار الاصطناعية. نعم. تشير هذه التوصيات سعود الآن الى شاشة صور الأقمار الاصطناعية. اذا شاشة صور الأقمار الاصطناعية هذه المباشرة أسامة تشير الى ان دقائق أسامة بس نوصل لصور الأقمار الاصطناعية. نعم، هذه صور الأقمار الاصطناعية تشير هذه الصورة، يعني السحب الركامية الرعدية بشكل عام هي سحب تبدأ في مناطق ضيقة وتنتشر بشكل كبير. فإذا ما شاهدنا أن المنطقة الجنوبية من المملكة تبدأ فيها السحب، يعني أن السحب الركامية عندما يعني تنشأ تكون تؤثر على منطقة جغرافية ضيقة، وبالتالي يفصل ما بين السحب هذه أجواء أحيانا تكون مشمسة تماما ومستقرة، ولكن داخل هذه السحب ومناطق تأثيرها تصبح هناك أمطار رعدية يعني غزيرة جدا، أحيانا كفيلة بأن تؤدي تشكل السيول. لا ننسى أسامة مثلا للأسف في حادث البحر الميت عندما حدثت لدينا حالة الغرق، غرق الطلاب، كانت الأجواء تماما يعني مستقرة في العاصمة عمان، لم يكن هناك حتى الطقس كان في العاصمة عمان مشمس، والبعض استغرب من هذه الأمطار التي تسببت بتشكل السيول. السبب كان في ذلك هو سحب ركامية. السحب الركامية الرعدية هي سحب تكون كما نلاحظ أسامة في هذه الصورة، هي سحب تكون على شكل دوائر في بداياتها، ومن ثم تتجمع مع بعضها البعض تصبح كتلة كبيرة، ولكن في بدايات هذه السحب تكون ذات نطاقات جغرافية ضيقة، وبالتالي يمكن الآن رؤية مثلا بعض السحب. سننتقل الآن إلى هذه الخريطة مثلا، الآن هذه صور مباشرة، يعني الآن صور أقمار اصطناعية، يمكن أن نشهد بعض السحب الركامية التي يمكن أن نراها على الأقمار. نعم. وهي في نطاقات ضيقة على شكل دوائر، وحتى باللغة الإنجليزية تسمى سيلز، يعني هي على شكل خلايا رعدية تتجمع مع بعضها البعض في وقت معين، ولكن عندما تبدأ بالتأثير تكون تؤثر بهذا الشكل. هذا يعني أن هذه المناطق يفصل ما بينها مثلا أجواء مشمسة ومستقرة، ولكن هذه المنطقة بالتحديد أسامة مثلا تكون تتعرض لأمطار رعدية غزيرة تنتقل هذه السحب. هذه السحب من طبيعتها ليست من النوع الذي ينتقل من مثلا أوروبا باتجاه الأردن، هي تتشكل في المنطقة وتتحرك داخل المنطقة، وأيضا قد تتلاشى في داخل المنطقة. تمام. يعني محمد أنا برضو كمان من خلالك بدي أدعو كل متابعينا عبر برنامج جوك باستخدام تطبيق طقس العرب وتنزيل تطبيق طقس العرب على تليفوناتهم محمد، لأنه دائما متميزين ما شاء الله بطقس العرب. أكيد هي خلينا نحكي الحالات هاي الصعب التنبؤ فيها، الأمطار عشوائية، ولكن بنقدر نعرف مثلا قبل ربع ساعة نص ساعة وين في غيمة ممكن تأثر على أي منطقة ممكن تأثر محمد، ومن خلال هذا الإشي بتطلقوا تنبيهات للمتابعين إنه مثلا حاليا تلاقي العلي ممكن تعرض لهطول أمطار غزير، وسط البلد ممكن يتعرض خلال الدقائق القادمة لأمطار غزيرة. شغالين التحديثات أولا بأول محمد عبر تطبيق طقس العرب صحيح؟ طبعا أسامة، إحنا دائما أولا بأول، خاصة في هذه الحالة عدم استقرار الجوي لدينا، يعني زي ما تشاهدت يوم أمس مع أسامة زميل أسامة الطريفي، كنا موجودين في غرف العمليات. نعم. إحنا بنشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. نعم. يعني زي ما الناس قاعدة عم تشكي إن المنخاض يجي يوم خميس وجمعة، برضو إحنا كادر وفريق برضه عم يشكي انه المنخفض تيجي قاعده خميس وجمعه، لانه قاعدين متابعين مع الناس اول باول. الحقيقه اسامه احسن فرص الامطار بعد الظهر في العاصمه عمان، ولكن هذا الامر قد يتغير سلبا وايجابا. نقوم دائما بتحديثات دوريه عبر طبعا تطبيق طقس العرب، هناك اشعارات تاتي الى الاشخاص اللي محملين التطبيق باي تغييرات جوهريه في الحاله الجويه تحدث من وقت إلى آخر. هناك يعني ما شاء الله طبعا أكثر من مليون مستخدم ما شاء الله. هذا كلهم بوصلهم تنبيهات أول ما يحدث تغيير في الحالة الجوية، وقد أحيانا نرسل تنبيهات فقط لمنطقة معينة دون عن الأخرى، إذا كان الحدث الجوي المتوقع يخص منطقة بعينها وليست كامل المملكة. أيضا أسامة نبث كل أنواع التحديثات أولا بأول، إما عبر الفيديو أو حتى عبر يعني منشورات الطقس المختلفة على الموقع الإلكتروني أو حتى على
وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فنحن نقوم صراحة بواجبنا، وهو بالبداية وبالنهاية دائما هو حماية الأشخاص والمواطنين من أي حالات جوية قوية، ومساعدة قدر الإمكان في اتخاذ القرار الأنسب. وهذا ما هو رسالتنا في طقس العرب نقوم به، ندعو الجميع لعدم الاستهانة في هذه الظروف الجوية، ليست منخفضا جويا، المنخفض الجوي نوعا ما أفضل من ناحية الخطورة من حالة عدم الاستقرار الجوي، نحن نتكلم عن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، الشمس والأجواء الغائمة جزئيا وعدم هطول الأمطار في الوقت الحالي لا يعني أننا بمعزل أو بعيدين عن أن نتعرض في أي لحظة لأمطار رعدية غزيرة، ويعني عشان ما نفقد أي حدا من إحبابنا في هذه الظروف الجوية أو نتعرض لخسائر لا سمح الله مادية، يجب علينا عدم الاستهانة في المعلومة الجوية في ظل هذه الظروف. 100% محمد، يعني أنا بدي أشكرك، أقول لك الله يعطيك العافية. اليوم يعني أكثر من نشرة إقليمية ونشرة خاصة، فيعني غلبناك معنا اليوم، يعطيك العافية وكل زملائنا بموقع طقس العرب، الله يعطيكم ألف ألف عافية. محمد أكيد حنكون معك أول بأول، أكيد متابعين طقس العرب عبر منصات التواصل الخاصة بموقع طقس العرب المختلفة حيكونوا أولا بأول بالتطورات حالة عدم الاستقرار الجوي. شكرا لك محمد.